انا ارتحت قد ايه انه راعي يسافر معاكم. ايه ده حضرتك بتتكلمي كده ليه يا طنط؟ هو في حاجه ولا ايه؟ ايه ده هو باين؟ هو ايه ده اللي باين؟ البوتوكس. بوتوكس؟ اه اصل انا حقنه هنا وحقنه شفايفي. حلو؟ لا قصدي اه قمر. ما شاء الله زي القمر. انا ما عرفتكيش. ميرسي يا حبيبي. اوعى تقول لامي. لا مش هقول لحاجه لامي خالص. طبعا الكلام هنا محتاج ده دي نقطة نحتاج فيها سؤال كبير جدا. طبعا بلا شك أنا قلت النهاردة إن احنا نتكلم في منطقة مهمة جدا، منطقة الوجه، منطقة التادي، وهذه المنطقة المهمة تستدعي أن يكون ضيفا مهما. طبعا ضيفي واحد من أكبر جراحين التجميل في مصر والوطن العربي، وأيضا فرحنا جدا وسعدنا جدا بوجوده معنا في الدكتور، و يعني سعادتنا كانت غامرة بزياراته التي وعدنا أن تكون متكررة. هو نجم كبير في عالم التجميل واسم لامع من أسامي الصف الأول والبينيرز في هذا المجال، وبلا شك اسم مصري عربي عالمي، والقاسي والداني يعلم ما قيمة ضيف العزيز الأستاذ دكتور سامح الطاهر، أستاذ جراحات التجميل والليزر بجامعة عين شمس وعضو جمعية الدولية لجراحات التجميل، الاسم الكبير المصري والعربي والعالمي. أهلا بك دكتور سامح. أهلا بك دكتور أيمن، ربنا يخليك على المقدمة الجميلة. يا فندم ده شرف كبير لينا زيارتك، وطبعا يعني من وقتك الثمين، وأنا عارف ربنا يخليك وقتك صعب، لكن أنت وعدتني وأنا يعني فرحان جدا بهذه التنفيذية للوعد. النهاردة زيارة مهمة وزيارة في الوجه، والوجه مهم جدا جدا جدا. تجاعيد الوجه بقت كتير اليومين دول، بقى في بنات كتير قوي حتى بنات يبان عندهم تجاعيد بكتير. ما بقاش ليها سن معين، كنا زمان بنقول ان بداية التجاعيد ليها سن تظهر عندها، مثلا التجاعيد الفنيه، يعني التجاعيد اللي حوالين الفم دي كنا بنقول من سن 30 ل 35 سنه. لا دلوقتي بقى الواحد بيشوفها عند سن 20 و 25 سنه. التجاعيد بتاعت الجبهه وتجاعيد حوالين العين برضو بنقول انها بتبتدي من سن الثلاثينات، دلوقتي لقيناها في سن بدري عن كده. كل ده نتيجه كذا سبب، اهمهم على الاطلاق التعرض للشمس بدون استعمال واقيات للشمس، ادي اول حاجه. تاني حاجه استعمال الميك اب عمال على بطال في كل وقت. البنت بقى رايحه الكليه بتاعتها حاطه فول ميك اب، ودي بنشوفها كتير قوي، فبرضو استعمال الميك اب بهذه الكم الكبير جدا بيؤدي الى ظهور التجاعيد بنسب عاليه جدا. الانواع نفسها من الباودرز والحاجات اللي بتستعمل ممكن ما تكونش عاليه الجوده، ممكن تكون رديئه الصنع، برضو بتؤدي الى مشاكل في البشره. مشاكل في البشره دي يعني معناها تكسير في الخلايا الكولاجينيه الموجوده، وبالتالي بدايه ظهور التجاعيد في سن بدري. الانفعالات بقت زياده اكسجريتد، الناس كلها دلوقتي بقت انفعالاتها مبالغ فيها، اللي هو يعني يوم ما بيضحكوا بيضحكوا بعنف قوي، ويوم ما بيبتدوا يتعصبوا بيتعصبوا بعنف قوي، وبالتالي ابتدى ظهور التجاعيد يبتدي يظهر نتيجه المشاكل اليوميه والعلاقات ما بين الناس وبعضها انها زاد في حدتها جدا، فابتدى التجاعيد بتظهر في سن بدري قوي عن السن اللي احنا كنا متعودين عليه انه يظهر قبل كده. ده حتى بداوا لما بيتصوروا يتصوروا بعنف قوي، اللي هي الصوره السيلفي، السيلفي اللي هو عامله بطه بوز البطه بوز البطه وعامله كده يعني، وهي شايفه صح، فكله تجاعيد. بالظبط. العين من الحاجات اللي التجاعيد فيها بتغير شكلها وبتبين السن بدري قوي جدا. هي دي اكتر حاجه ممكن تخلي السيده او الرجل يبتدي يبان عليه سن اكبر من سنه. لانها ليها مشكلتين، ظهور التجاعيد رقم اتنين ضعف الجدار اللي حامي الدهون تحت في الجفن السفلي او الجفن العلوي، فبتكتظ الدهون بتطلع لبره، فيظهر اللي هو احنا بنسميه بافي ايلاد، اللي هو الجفن المتورم. الجفن المتورم معناه خروج الدهون من الحاجز اللي كان ماسك عليها نتيجه ضعفه الى الجزء الخارجي، فتلاقي العين تحتيه مبكرر كده وتلاقيه عالي طالع لبره. هي دي سبب ظهور التجاعيد، والجفن بالموضوع ده هو ده اللي بيؤدي الى ظهور سن اكبر للسيده او الرجل على غير سنه المعتاد. ودي بيبقى حلها في منتهى البساطه، بس احنا بنقعد نحاول بقدر الامكان ناجل شويه، نقول لا مش وقتها، لا بدري، لا يا جماعه ما فيش حاجه اسمها وقتها. في حاجه اسمها ظهرت عندي حاجه يبقى اعالجها، ما اقولش لا انا لسه صغيره على موضوع شد الجفون، ما فيش حاجه اسمها صغيره وكبيره دلوقتي، لا انا ظهر في مشكله يبقى انا اتجه الى دكتور متخصص عشان اعالج
الموضوع اللي عندي ده كله. وبالتالي بقت عمليات شد الجفون دي من اشهر العمليات الموجوده دلوقتي، بتتم بنج موضعي وبتتم بسهوله جدا، بتستغرق فتره قصيره جدا، والعيان ممكن يخرج في نفس اليوم. هو عباره عن بلاستر بنحطه على الجفن السفلي وبلاستر بنحطه على الجفن العلوي لمده 4 لـ5 ايام زي ما هنشوف هنا في الفيديو ده. ده الخطوط اللي احنا بنشيلها، شلنا طبقه الجلد، طبقه الدهون شلناها، وبعدين بنبتدي نخيط الاجزاء العلويه والاجزاء السفليه. دي حاجه مبسطه جدا للعمليه بتتم ازاي، مش بنفس التقنيه طبعا، فيها تقنيه تانية. بس في الاخر خالص العين يجي يقول لي طب انا هربط وشي. لا مش تربط وش، احنا بنقول بنحط جزء رفيع جدا من البلاستر تحت وجزء رفيع جدا من البلاستر فوق عشان يداري مكان الغرز لمده 4 5 ايام، وبعد كده نفك الغرز خالص، وهو ده اللي بنحطه وخلاص. لكن لا بنقفل وش ولا بنقفل عين ولا بنقفل اي حاجه. وفي نفس الوقت شلنا التجاعيد، شلنا الدهون الزياده اللي ناتجه نتيجه ضعف الحاجز الدهني اللي كان موجود في العين، رجعنا العين لطبيعتها، وبالتالي بقى اللوك بتاع العيانه دي او المريض ده قل بنسبه كبيره. طبعا. يعني ابتدى ان هو يحس ان هو مور يانجر، بقى اصبح بيقول رجعناه للصبا تاني او للشاب تاني. ما رجعناش بقى 10 15 20 سنه، لا احنا ممكن نرجعه 10 سنين ويفضل عجوز، لكن هو بيبقى مور يانجر نتيجه ان احنا لعبنا في الجزء بتاع العين ده، لان هو ده اللي بيشد انتباه اي حد. اي حد وانت ماشي دكتور ايمن لما يجي يبص لك، يبص لك في الجزء بتاع العين، ما يبصش مثلا على ودانك، ما يبصش. طبعا دي نظره اوكي، بس هو الاساس والتركيز كله بيبقى في الجزء بتاع العين اكتر منه في اي حاجه تانيه. طيب انا عندي الوش في اماكن ومناطق ووائل خيره، كل طبعًا. منطقه زي ما بدانا بالعين كده، كل منطقه لها تجاعيدها زي ما بيقول. اكيد. فانا عايز اشوف اماكن تجاعيد الوجه وليه الاماكن دي، وهل سؤال الكلاسيكي قوي، هل تختلف من منطقه لمنطقه؟ مثلا انت اشتغلت في امريكا واشتغلت في اوروبا وفي مصر، الوطن العربي كله، هل بتختلف من بلد لبلد ولا كله زي بعضه؟ بتختلف في التقنية. يعني بتختلف في التقنية. احنا عندنا حل مشكلة اي تجاعيد بنبتدي الاول العلاج البسيط اللي هو العلاج السهل، اللي هو نبتدي الاول بالحقن. الحقن عندنا منهم جزئين كبار قوي. دي بتورينا ان انا عندي في تجاعيد في الجبهة، في تجاعيد حوالين العين، في تجاعيد في منتصف الوجه، في تجاعيد في الجزء السفلي من الوجه مع الرقبة. هعالج الجزء العلوي من الوجه اللي هو بيشمل الجبهه. التجاعيد الموجوده فيه ممكن تكون تجاعيد بنسميها ستاتيك، اللي هي وانا قاعد موجود كده، هي التجاعيد شغاله زي ما هي باينه. او في تجاعيد دايناميك اللي هي مع الحركه، رفع الحواجب، حركه العين تبتدي تظهر معايا. ده علاجها بيبقى علاج حقن في الاول بعلاج ماده اسمها بوتوكس. البوتوكس ده عباره عن حاجه اسمها بوتيلينيوم توكسين تايب ايه، ده مستخرج من بعض الامصال، بيعمل ضعف العضل. انا ما بحبش اللفظ التاني اللي بيقول عليه شلل العضله ده، لان هو ما بيشلش العضله. بيعمل ضعف للعضله المراد انها تغذي المنطقه دي، وبالتالي يبتدي يفرد لي التجاعيد الموجوده بنسبه معينه. كل حاجه وليها مقدار معين من الحقن، لازم تحقن بنفس هذا المقدار والا يحدث عكسه. وبالتالي بنحقن البوتوكس في اماكن معينه، الاهم الاماكن ما بين الحاجبين اللي هي بيقولوا عليها 111، الجزء الثاني اللي هي اللي احنا بنشوفها دلوقتي بنعلم عليها ونشوفها. الجزء الثاني مهم جدا، التجاعيد العريضه اللي احنا بنحقنها اللي بتبقى في الجبهه. الجزء الثالث اللي هي بيبقى الكراون فيت، اللي هي بنقول عليها رجل القطه، اللي هي بتبقى مشهوره جدا حوالين العين. طيب التجاعيد اعمق من كده، ابتدي اتجه الى الجراحه اللي هي جراحات شد الجبهه، وبالتالي برفع الجبهه بمقدار معين نتيجة التجاعيد الواضحة جدا والظاهرة جدا عند هذا المريض. احنا كنا اتكلمنا عن العينين، نتكلم على المشكلة بتاعت منتصف الوجه. المشكلة في منتصف الوجه اللي هو التهدل اللي موجود في الوجه مع ظهور الخطين اللي حوالين الانف. اسمهم ايه دول؟ نيزوليبيال. نيزوليبيال. اه. دول غير ده الماريونيت؟ لا، الماريونيت بيبقى جزء موجود من الانجل بتاع الماوث، من زاويه البق لحد تحت. تمام. دول نيزوليبيال. دول نيزوليبيال. بنات كتير بتتضايق منهم قوي، ستات كتير. حلها سهل جدا. طالما لا زالت بنت وصغيره وجلدها كويس ولم تتخطى ال 40، يبقى انا ما احاولش ابص على اي عمليه من العمليات، لا ده معانا فيلر. الفيلر ده حاجه تفل عشان تملى، اللي هي بيسموها
بالناس بيسموها كولاجين، ناس بيسموها فيلر، ناس بتسميها الاسم العلمي بتاعها اللي هو الهايلورونيك اسيد، ده هبتدي احقن فيه. وده في خلال 5 دقائق بعد الحقن بالظبط بيبتدي المنطقه دي كلها تحسن وتبقى كويسه جدا وما فيهاش اي مشكله بالنسبه لنا ورجعت طبيعيه الاول تاني. حصل بقى التهدل وحصل عمق في التجاعيد الموجود في منتصف الوجه، نبتدي بقى نلجا الى الشغل عن طريق الفيديو ده، ان احنا بنفتح فتحه حوالين عايزين نشوفه تاني ده نشوف حوالين اوكي حوالين الـ 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 الاذن ونبتدي نسلك كل الجزء ده كله عشان اقدر اشد زي ما احنا شايفين كده بنسلك كل الاريا دي كلها وابتدي اسحبه بغرز واشده واشيل الجلد الزياده الموجود حوالين الاذن معايا. الجزء بتاع المارونيت بقى اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه اللي تحت اللي هو الجزء بتاع الانجل اوف ماوس ده بيجي معايا بطريقتين، يا اما برضو بحقن الفيلر في الناس اللي هم الصغيرين او عندهم المشكله دي لوحدها وده بيتم في العياده بمنتهى البساطه، او ان انا عايز اشد الجزء بتاع الفك برضو والجزء السفلي من الرقبه. ده بيتم عن طريق ان انا بفتح فتحه صغيره عند الجزء اللي هو بتاع الحلق بتاع الودن والف حوالين الودن وابتدي اشد الجزء ده كله. تيجي ستات كتير قوي تقول لك انا عندي الحتتين دول مورمين بقوا شبيهين بما يسمى البولدوج اللي هم نازلين مترهلين بيبقى شكلهم وحش قوي جدا. فدول علاجهم بسيط جدا ان احنا بنبتدي نشد كل الجزء ده عن طريق جرح بسيط جدا حوالين الجزء الامامي من الاذن هاله الاذن وبعدين بنلف حوالين الودن من ورا ونشد كل الكلام ده كله. ولازم ناخد معانا في حساباتنا برضو الجزء بتاع الرقبه اللي هو ما يسمى باللغد. ده عن طريق ان احنا بنشفط دهون من اللغد عن طريق الليزر او الفيزر اللي بنشتغل بيه وبعد كده بنبتدي نشد كل التجاعيد دي كلها عشان توصل معانا للجزء اللي انا عايز اعمله. نفس الكلام اللي احنا بنستعمله هنا بس هنا الجرح كبير شويه، احنا بنبقى جرح اصغر من كده، شفطنا كل الدهون، خيطنا العضلات اللي احنا عايزينها عن طريق شد الرقبه وبعدين يبتدي المنظر اللي احنا شايفينه ده، لان في كتير قوي من السيدات بتبقى المشكله الاساسيه عندهم في الحته دي ولا يمكن اخفائها وبالذات اللي هم الناس اللي هم رقبتهم قصيره شويه فيبتدي يبان معاهم، يبتدي بمشكله صوت اثناء النوم يبتدي بمشكله ان هي خلاص بقت ماشيه دقنها قريبه جدا من الجزء السفلي من الجسم، وبالتالي لا علاجها بسيط جدا عن طريق شفط الدهون من هذه المنطقه وشد الجزء بتاع الجلد عشان ما يحصلش ترهل لو هو مترهل قوي او كبير قوي في جرح حوالين الودن نشد منه كل اللي احنا عايزينه. جم الناس بقى اخترعوا قال لك احنا مش عايزين نعمل عمليات. عمليات بالنسبه لناس كتير بتخوف. طيب بس دي مش عمليه ما هو اسم عمليه بالنسبه لناس كتير قوي برضه يعني يخاف دي سهله يعني تمام بس في ناس بيخافوا منها. قال لك هنعمل حاجه تانية تقنيه تانية دي ظهرت في الالفينات. اول ناس ظهروها في الالفينات والتسعينات كان الروس وعملوا حاجه اسمها الخيوط الروسيه. الخيوط الروسيه هو عباره عن خيط بيبقى فيه زي خطافات زي فرع الشجره او فرع النخله بالظبط اللي فيه الخطافات ماشيه بترتيب معين. احنا بندخل هذا الخطافات بنفس الترتيب ونشده في العكس فالخطافات دي تيجي تعمل زي عشق ومعشوق في الجلد فما تحركش. ابتدى يجرى عليه ابحاث جديده من حوالي 2-3 سنين ونزل بضجه كبيره جدا اسمها الخيوط الفرنسيه. ان انا مثلا عندي الجزء ده مترهل فان انا ابتدي احط الخيط من المنطقه دي واوصل بيها لحد منطقه الاذن تحت الجلد واروح قطع الخيط هنا مع شد وقطع فانا شديت الجزء ده. هو عيبه الوحيد ان هو بيستمر فتره قصيره لا تتعدى من 1.5 لـ 2 سنين ولابد ان هو يعاد مره اخرى. بس طبعا بالنسبه للناس اللي هم بيبقوا من فوبيا من العمليات بتبقى حل بالنسبه لهم لطيف جدا ان احنا نشد الاجزاء من الوجه باستعمال هذه الخيوط وفي مده قصيره جدا وبدون قطع عمليات وبدون حاجه في الكلينيك العادي وتفضل معانا 1.5 لـ 2 سنين زي نفس فكره الحقن بتاعت الفيلر والبوتوكس نفسها. قبل ما نروح على طول الحوار الهام جدا ان كتير من الستات وبنات كتير عندهم ترهل في الثدي وشباب صغير عندهم تثدي. تمام نعمل ده ايه وده ايه؟ الترهل في الثدي عند كتير من السيدات بيبقى طبعا نتيجة تكرار الحمل
بيبقى نتيجة تكرار الرضاعة، بينتج عنه صدر جلده كتير وفي نفس الوقت الأنسجة قليلة قوي. فاحنا دلوقتي محتاجين ان احنا نعمل حاجتين، نشيل الجلد الزائد، وان احنا لو حجم الأنسجة اللي موجود معقول بس هو مجرد ان هو ترهل، بنرفع الثدي على حجمه السابق. لو هو الحجم بتاعه قليل بنرفعه وبنزوده بإمبلانت اللي هو السيليكون أو بحقن الدهون. فلو احنا هنستعمل هذه التقنية عشان مجرد نرفع الثدي زي ما احنا في الفيديو اللي قدامنا ده، احنا بنعمل التقنية دي احنا المفروض ان احنا نرفع الجزء البني والهالة والحلم الداخلية، مفروض نرفعها عند أول المقاس فوق. فبنيجي نفتح نفس الفتحة اللي احنا شايفينها دي ونبتدي نشيل الجلد اللي حواليها تماما عشان نبتدي نرفع الجزء ده. اما الجزء المرسوم اللي تحت فده بنيجي نستأصله تماما عشان اعرف اقفل الثدي كويس وابتدي الم الجلد ده، جزء كله من الجلد ان انا بشيله. وبالتالي لو حضرتك لاحظت هتلاقي ان احنا شلنا تقريبا 40% من الجلد الموجود في الثدي. وبعد كده ابتدي المهم الاثنين عشان يديني صدر في مكان مرتفع، رفعنا هو الجزء بتاع الحلمه ولمينا الجزء بتاع الثدي. يبقى انا كده تغلبت على المشكلتين، الترهل بتاع الثدي تغلبت عنه عن طريق ان انا شلت الجلد الزياده عفوا، وان انا رفعت الثدي في مكانه اللي انا عايزه. ده ثدي فيه انسجه كويسه، لو الانسجه قليله شويه ابتدي احط السيليكون بتاعي اللي انا عايزه عشان ازود حجم الثدي بالنسبه لي. ده بالنسبه لمشكله ترهل الثدي. طب لو الثدي متضخم بقى، ثدي كبير جدا، تصغير الثدي قد ياثر على فقرات وياثر على التنفس، بتيجي العيانه مشكلتها مشكله. دي بقى بنقول ان هي من الحاجات مش التجميليه وبس، لا دي من الحاجات الوظيفيه. تيجي العيانه تشتكي ان انا مشكلتي كلها ان مش قادر اخد نفسي، وانا نايمه حاسه ان في حاجه بنفس الفاظهم طبقه على صدري، ما باخدش نفسي براحتي، حماله البرا نفسها عامله لي حز، طبعا غير ظهور بعض الالتهابات الفطريه اللي موجوده في اسفل الثدي. بنبتدي نشيل كل الاجزاء اللي احنا شايفينها. احنا المره دي بقى شلنا ايه؟ شلنا جلد مع دهون مع انسجه. كل ده بيتشال، وابتدي ان انا اعمل نفس الرفع بتاع الحلمه، وابتدي ان انا اعمل نفس الخطوط بتاعتي الجراحيه اللي هي موجوده. ودي بتؤدي الى ان انا ممكن اشيل لحد 60% من الانسجه اللي موجوده في الثدي، مع الحفاظ على التغذيه الدمويه للحلمه ثابته، وتكون تغذيه المويه الحلمه بالنسبه لها حاجه كويسه جدا، عشان ده الهدف اللي احنا عايزين نعيش بيه الثدي الموجود. كل ما سبق كل ما سبق كان مشترك ما بين النساء والرجال فيما عدا طبعا رفع الثدي وتصغير الثدي، لكن ازاله الثدي بقى ده خاص بالرجال بقى لهم حاجه لوحدهم بقى. اليوم ده بقى يعني غلابه بيكم في اخر اللي هو التثدي. التثدي عند الرجال بقى كتير، هرمونات واكله 70% دلوقتي من الناس البوبوليشن عندهم مشكله التثدي، لان المشكله كلها ليها مراحل. ده مرحله اولى وثانيه وثالثه. المرحله دي بنطلق عليها ما بين المرحله الاولى والثانيه. فبالتالي هي بمنتهى البساطه عباره عن ايه؟ اثناء مرحله البلوغ بيظهر ان يختلف او يختل الهرمون الانثوي مع الهرمون الذكري. وبالتالي يبتدي يزيد الهرمون الانثوي شويه، فيبتدي يعمل غده على اساس انها تكمل بعد كده تبقى انثى، وتبقى الغده دي غده لبنيه. لكن لا، يجي عليه بقى فتره الهرمون الذكري خلاص وصل لمراحله الطبيعيه، والهرمون الانثوي يبتدي يرتد مره ثانيه. فبتفضل الغده على هذا الوضع، غده موجوده وحواليها انسجه دهنيه. فبمنتهى البساطه الغده دي لو سبناها لا بتزيد ولا بتقل ولا بتعمل مشكلة ولا لها أي أضرار خالص. المشكلة الأساسية بالنسبة لهم شكل. الحرج والشيم من الخجل من إن هو يبقى بيقابل مجتمع، سواء أصحابه، سواء على البحر، سواء على البسين، سواء في النادي، أو حتى مع زوجته، بيبقى مشكلة كبيرة بالنسبة له إن هو قدام هذه الموضوع. فالموضوع بمنتهى البساطة إن إحنا بنشفط كمية الدهون الموجودة، وإن إحنا لازم نفتح حوالي سنتي
جرح حوالين الهالة البنية عشان نستأصل الغدة دي ونشيلها، وبعد كده بيرجع الثدي زي ما كان هو من غير اي تضخم موجود عنده. تمام. يعني طبعا القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في عالم جراحات التجميل، استاذنا الاستاذ دكتور سامح طاهر، استاذ جراحات التجميل والليزر جامعه عين شمس، عضو الجمعيه الدوليه لجراحات التجميل، كان ضيفي العزيز وسيكون دائما ضيف العزيز طوال الفترات القادمه. خليكم معانا.